إذن تنوه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن للسادة الفائزين بالرموز في هذا المساء، السيد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والسيد سالم بن حمد البطين مالك العمال ومالك الغربية، بأن تسليم الرموز سيتم بعد نهاية الشوط العاشر من أشواط هذا المساء. فعلى السادة الفائزين التوجه مباشرة بعد عاشر الأشواط لتسلم الرموز من مكاتب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن أمام انطلاقة وستارت 8 كيلومترات. تهانينا والناموس الفائزين، والكلمة الآن تنتقل إلى أحد الزملاء ليعلق وليصف لنا أحداث هذا الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في لقاء في هذه الأمسية في لقاءات الختامي ختامي الشحانية لعام 2013. هذه الانطلاقة التاسعة في صباح هذا في مساء هذا اليوم، في أول أيام الانطلاقات التي تشهد الكثير من الأسماء المميزة في هذا المساء. نبدأ المشوار ومع الأبكار الحجايج نسير بالمقدمة وصدارة الشوط لنتابع صوغة الرقم السري. الله يا الشايبة، الله يا الشايبة، صدارة الشوط لا زالت معاها، حافظت على الكنترول وتقدمت من البداية وحازت على المركز الأول لتهدي بن مران. السيارة الثانية في رصيدها، بن شاب اللي يحاول على المركز الثاني، محاولات جادة، ولكن الشايبة خلاص خلاص ودعتهم وقالت باي باي، ودعتهم وقالت مع السلامة. المركز الأول الله يا الشايبة، الشايبة أحمد بن سعيد بن منان هو من قدم الشايبة على هذا الشوط، تهانينا. المركز الثاني متحد عبد الهادي بن ناصر بن شابل المري، المركز الثالث جبارة إظافر بن راشد الهاجري، المركز الرابع الغزيلي محمد بن سعيد بن مفتاح الخاطري، بينما اليازي وصلت في المركز الخامس لمبارك بن كاظم المري. هي مشاهدينا الكرام من استطاعت أن تأتي خامسا في هذه الانطلاقة، كانت مع هذا الشوط بأقوى التحديات وأقوى المنافسات، وبالفعل استطاعت الشايبة أن تحصد نقطة هذا الشوط، أن تحصد الفوز والناموس والانتصار في هذه الانطلاقة التاسعة في مساء هذا اليوم الذي يحمل في عنوانه 20 شوط بالنسبة لسن الحجايج، في مساء جميل يتميز بالإثارة والندية. وهنا الشايبة 6 دقائق 14 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، هي من استطاعت أن تحقق مشاهدين الكرام أفضل توقيت في هذا المساء. أحمد بن سعيد بن منانة، تهانينا على الفوز وعلى الناموس والانتصار يا بن منانة. بينما المركز الثاني كانت المتحدة لعبد الهادي بن ناصر بن شابل المري، بالفعل ما قصرت، قدمت عرض بما فيه الكفاية ب6 دقائق 14 ثانية، 7 أجزاء من الثانية كان توقيتها زمني. أما المركز الثالث اللي وصلت فيه جبارة لظافر بن راشد الهاجري ب6 دقائق 15 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا مشاهدينا الكرام لكل الأخوة الزملاء.